رئيس الجمهورية يدعو الحكومة إلى الاستمرار في تصريف الأعمال ولا يحدد موعداً لاستشارات التكليف. كتلة الكتائب عدت قانوناً لتقصير ولاية المجلس، وسامي الجميل يؤكد كل شيء خارج إرادة الناس مرفوض. هذا حلم عم نعيشه، وهذا الحلم ما لازم ينتهي إلا ما يحقق أهدافه. بومبيو لتشكيل حكومة لبنانية تلبي حاجات المواطنين. المصارف تفتح أبوابها الجمعة، وغدا المدارس والجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات. عقوبات جديدة تشمل نجل الأمين العام لحزب الله. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لتعلم ولادك وتقدر تكفيلن جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر، مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمن بكرة. وفي اليوم 14 للثورة أخذ المنتفضون استراحة صغيرة، إنها استراحة المحارب لكن المعركة مستمرة. الشارع يترقب التطورات، وما إذا كانت استقالة سعد الحريري خطوة أولى على طريق تحقيق المطالب، أم أن السلطة ستلجأ إلى المراوغة من جديد. أهل الانتفاضة حذرون، والكثير منهم كانوا يريدون البقاء في الساحات وهم يترقبون، وتشير الأجواء إلى مهلة ضمنية ل 48 ساعة من أجل تشكيل حكومة اختصاصيين، وإلا فالعودة إلى التحرك من جديد. في الواقع هناك مؤشرات غير مريحة، فرئيس الجمهورية طلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال، لكنه لم يحدد موعداً لاستشارات التكليف، فيما أوردت وكالة رويترز أن الحريري مستعد لتولي رئاسة الحكومة من جديد. وفيما فتحت الطرق كلها اليوم، ستفتح المدارس والجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات غدا، فيما أرجأت المصارف فتح أبوابها إلى الجمعة. إذن رئيس الجمهورية طلب في بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة، وخلى بيان قصر بعبدة من أي إشارة إلى موعد إجراء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة. ويوجه رئيس الجمهورية رسالة إلى اللبنانيين عند 8 من مساء الغد لمناسبة الذكرى 3 لتوليه سلطاته الدستورية. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول بارز أن سعد الحريري مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة جديدة، شرط أن تضم تكنوقراطيين قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقلة. كتلة الكتائب أنهت إعداد قانون لتقصير ولاية مجلس النواب تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، وأكد سامي الجميل أن ما حصل بداية مسار يجب متابعته كي لا تضيع فرصة تاريخية. رنا ريشا عيد. رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن أهم انتصار للثورة هو أنها خلقت بعدها المواطنية اللبنانية، وهذه مرحلة جديدة، والشعب اللبناني برهن أنه يحاسب ويعرف أن يقول لا. وأعلن الجميل في خلال مؤتمر صحفي لكتلة نواب الكتائب الخطوات التي يجب أن تتخذ بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. يلي حصل امبارح هو بداية مسار، استقالت الحكومة، إنما إذا ما عرفنا نستمر بالمطالبة والبقاء لتحقيق التغيير الحقيقي الجذري، منكون روحنا على حالنا فرصة تاريخية. الخطوة الثانية لازم يتكلف رئيس حكومة جديد، وهيدا التكليف تأخر، وهلأ عم نسمع أنه هيئتهم بدون يأخروا بعد أسبوع. ما في ولا أي مبرر أنه نأخر التكليف إلا إذا الهدف من تأخير التكليف هو العمل على تسوية جديدة أو على التركيبات الجديدة اللي نبذها الشعب اللبناني. لهذا السبب يجب أنه يحصل استشارات سريعة بين اليوم وبكرة لتكليف رئيس حكومة حيادي من خارج إطار الأحزاب، يقدر يشكل حكومة من الاختصاصيين كمان من خارج الانتماء للأحزاب
ويكونوا مظبوط ناس أحرار، مش يجيبونا ماريونات عن جديد يرجع تتحكم برقابنا. الجميل لفت إلى أن كتلة نواب الكتائب ستتقدم بقانون لتقصير ولاية مجلس النواب وحصول الانتخابات في أيار. مهمة الأولى تبع الحكومة الحيادية هي البدء بالإصلاح، وتاني مهمة هي إجراء انتخابات نيابية مبكرة. تسهيلاً لهذا الشيء باسم كتلة نواب الكتائب المعارضة خلصنا ونهينا قانون تقصير ولاية مجلس النواب تتحصل انتخابات نيابية بأيار، يعني بعد 6 أشهر، لأنه نحن نعتبر أنه هلأ ضروري يكون في حكومة جديدة تنعطي هالحكومة الجديدة تقدر تتشكل تعمل موازنة، ونحترم المهل الدستوري لإجراء انتخابات، لأنه في دعوة قبل ب3 أشهر وفي انتخابات لازم تحصل قبل بشهرين كحد أقصى قبل انتهاء الولاية. حددنا انتهاء ولاية مجلس النواب ب6 أيار 2020، يعني بتحصل انتخابات ابتداء من أذار. هذا الاقتراح هو عم نقدمه تنسهل عملية الانتقال الديمقراطي. وتحدث الجميل عن سقوط التسوية قائلا: ما حدا يراهن أنه بيقدر يعمل تسويات على حساب الناس وبيقدر يرجع يركب تركيبات على حساب الناس. التسوية تبعكم يلي دمرت البلد أسقطت الناس هيدا المنطق المحاصصة، ومنطق عطيني تقاطيك، منطق أنه نتقاسم بين بعضنا مقدرات الدولة، نتقاسم بين بعضنا الأموال والكونترايات والمناقصات، هيدا منطق انتهى. ما بقى حدا يحاول يلتف، لأنه نحن شعرانين أنه هلأ بالكواليس بلشوا الشباب يشوفوا كيف بدهم يرجعوا يرتبوا وضعهم، هذا الشيء رح يكون مرفوض. الجميل دعا المواطنين للتضامن لتحقيق خارطة الطريق وبناء التغيير. أحلى شيء تحقق خلال هالثورة أنه رجع الحب للبنان. خلال هال13 يوم رجعوا اللبنانيين يحبوا بلدهم. هذا الشيء الحلو اللي عم نعيشه اليوم، هذا ما لازم أبداً 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 نفقده. هذا حلم، حلم عم نعيشه، وهذا الحلم ما لازم ينتهي إلا ما يحقق أهدافه. وذكر رئيس الكتائب بمجموعة قوانين مهمة يجب أن تقر، منها قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون رفع السرية المصرفية، ليس فقط على السياسيين وإنما أيضا على المقاولين، وإقرار قانون إلغاء رواتب النواب السابقين. من بيت الكتائب المركزي في الصيفي، رنا ريش عيد، صوت لوب. نذكر بأن المؤتمر الصحفي للجميل يعاد بثه بعد برنامج مانشيت المساء عند 6:30. رئيس مجلس النواب نبيه بري حذر في لقاء الأربعاء النيابي من التدخلات الأجنبية. النائب علي بزي لخص الموقف. اعتبر دولة الرئيس نبيه بري أن الوحدة والانفتاح والحوار بين بعضنا البعض كلبنانيين يجب أن تسود هذه المرحلة الراهنة، وطالب دولته الاستعجال بتأليف الحكومة وفتح الطرقات، محذرا من فقدان الأمل بالأمن في لبنان، ومبديا خشيته من الضغوطات الدولية ابتداء من اليوم. رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط اعتبر في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يستمر في استخدام ما وصفه جنبلاط بالبلاط الملكي أو الرئاسي، وقال علينا تغيير الوجوه والدخول في تسوية جديدة مع اللبنانيين. وأعلن جنبلاط تأييده لحكومة جديدة من دون أحزاب ومن دون وجوه تقليدية، ودعا كل القوى إلى الحوار وفي مقدمها حزب الله، معتبرا أن أحدا لا يمكنه أن يعزل الآخر في لبنان. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار قال لم نتفاجأ باستقالة الحريري، فقد كانت من ضمن الاحتمالات المقدرة، وهو وضع الكثير من الأفرقاء في جو استقالته. وأكد عمار من عين التين أن الأمور المتعلقة بالحكومة لم تبحث بعد، مضيفا أن حزب الله يدرس إذا كان سيقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط أم بعودة الحريري. المطارنة الموارنة دعوا إلى الالتفاف حول رئيس الجمهورية وتلقف استقالة الحكومة بإيجابية. يأمل الآباء أن يتلقف اللبنانيون جميعا استقالة الحكومة التي قدمها دولة الرئيس سعد الحريري بروح بناءة، ويدعون المسؤولين السياسيين إلى الالتفاف حول فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور للإسراع في اتخاذ التدابير الدستورية الواجبة لحماية لبنان ووحدته ومنع وصول الحريق إليه والنهوض بالاقتصاد
تجاوبا مع طموح جميع اللبنانيين. في المواقف الخارجية، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا القادة السياسيين في لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يلبي حاجات مواطنيه. واعتبر بومبيو أن التظاهرات السلمية في الأيام الماضية وجهت رسالة واضحة، وهي أن الشعب اللبناني يريد حكومة كفوءة وفعالة وإصلاحا اقتصاديا مع وضع حد للفساد المستشري، وأكد أن أي أعمال عنف أو تصرفات استفزازية ينبغي أن تتوقف. في المقلب الآخر، أوصى مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الحريصين على العراق ولبنان أن يعالجوا ما وصفه بأعمال الشغب وانعدام الأمن الذي تسببه الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الغربية، ورأى أن المطالب تتحقق حصرا عبر الأطر والهيكليات القانونية. السفارة البريطانية اعتبرت من خلال تغريدة أن لبنان عند مفترق طرق، وهو يحتاج إلى إصلاحات ضرورية في شكل عاجل وإلى حكومة قادرة على تقديم إصلاحات حيوية وضرورية لإنشاء بلد أفضل للجميع. وأضافت أن العنف أو التخويف من خلال الاحتجاجات السلمية من أي مجموعة يساهم فقط في تقويض وحدة لبنان واستقراره. في الصورة الميدانية، فتحت اليوم الطرق التي كان يقطعها المحتجون، إلا أن طريق الجي مفرق برجة ما تزال مقفلة. التفاصيل لرئيف الملاح. نعم ريتا، عادت الأمور إلى نقطة الصفر بين المتظاهرين في برجة والجيش اللبناني لإعادة فتح الطريق عند أوتوستراد الجي مفرق برجة، بعد الإشكال الذي حصل بين المتظاهرين ومراسلة إحدى القنوات التلفزيونية التي استفزتهم، مما أدى إلى تدخل القوى الأمنية لفض الإشكال، حيث أصيب مختار بلدة برجة جمال سيف الدين برأسه وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. وعلى أثر الإشكال، قام المتظاهرون بإعادة قطع الطريق بالصوات الترابية وبالعوائق الحديدية، وهم مصرون على البقاء في الشارع وعدم فتح الطريق. وأكد المتظاهرون أنهم لم يعتدوا على أي قناة تلفزيونية كما أشيع، ولكن الإشكال كان فقط مع مراسلة الأم بي أن. إلى ذلك، أوضح رئيس بلدية برجة الدكتور ريمون حمية حقيقة ما حصل على الأوتوستراد الساحلي في الجي، فقال: منذ الصباح ونحن نحاول مع القوى الأمنية والجيش لفتح الطريق، وبعد مفاوضات طويلة توصلنا إلى اتفاق مع الشباب لفتحها، وأحضرت البلدية جرافة لإزالة السواتر الترابية. وكون الوضع متشنجا، طلبنا من مراسلة الأم تي في البقاء بعيدا وكذلك الجديد وتجاوبوا معنا. وهذا ما قلناه لمرافقة الأم بي أن، بأن لا تجري مقابلات مع المعتصمين، ولكنها أصرت وهي تحمل القناة ودخلت وقالت هناك صد للاعتصام بالقوة ولم تلتزم بما طلب منها. فقمت مع مختار برجة جمال سيف الدين بإخراجها من موقع الاعتصام كي لا يتعرض لها أحد، فكان أن تعرض المختار بضربة على الرأس من القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان أثناء التلاثم، فساد جو من التوتر انعكس سلبا على خطوة فتح الطريق، فقام الشباب بإعادة إكسار الطريق وحصل ما حصل. وختم حمية قائلا: الآن للأسف عدنا إلى نقطة الصفر. هذه هي الأجواء من أوتوستراد الجي ريتا. شكرا لك رئيفة. جمعية مصارف لبنان أعلنت أن المصارف ستستأنف العمل ابتداء من الجمعة، وسيمدد الدوام يومي الجمعة والسبت حتى الساعة 5 بعد الظهر، وستستمر المصارف غدا في توفير مروحة خدماتها للزبائن عبر الصيرفة الإلكترونية. وزير التربية أكرم الشيب أعلن فتح المدارس يوم غد، المدارس الكاثوليكية والجامعة الأمريكية والجامعة اللبنانية وجامعة البلمند تستأنف الدروس غدا أيضا، وجامعة الويزي تعاود الدراسة يوم الاثنين المقبل. في ظل الوضع الراهن، ماذا لو طال تصريف الأعمال؟ تقرير أعدته تراز الخوري. ماذا بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وأي مسار قانوني ودستوري في ظل المخاوف من الوضعين المالي والاقتصادي؟ سؤال نطرحه على رئيس مؤسسة جستيسيا بول مرقس عبر صوت لبنان. الحكومة مجرد قدم رئيس الوزراء استقالته أصبحت بحكم المستقيلة، وبالتالي تصبح هي حكومة تصرف الأعمال وفقا للمفهوم الضيق لتصريف الأعمال، هاي العبارة اللي اجت، وبالتالي هي ما بعد إلا حق تقوم بأي عمل تصرفي تصرف أو ترتب أعباء كبيرة على الحكومات الجاية أو أي أمور تقع تحت طائلة المسؤولية الوزارية، لكن إلى حق ببعض الأعمال الإدارية العادية
حتى تأمن استمرار المرفق العام ويضل في سلطة تكفي الخدمات الإدارية تمهيدا لقيام حكومة جديدة وما ترتب أعباء ممكن تفاديها. ويبدو أن لبنان مقبل على أزمة غير مسبوقة إذا أقدمت السلطة السياسية على الاستمرار في تصريف الأعمال وطالت الفترة. ماذا يقول مرقس أيضا؟ الوضع المالي والنقدي والاقتصادي الصعب والدقيق ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط من اختصاصيين بينكبوا فورا على دراسة ملفاتهم والبدء بتنفيذ حلول مباشرة وملموسة وإجراءات فعلية تشعر فيها الناس. الخطوة الأولى كانت الاستقالة على طريق الألف ميل والمخاوف من أن تطول الفترة وتكون الاستقالة مجرد تنفيسة كما يؤكد المراقبون، والمطلوب أكثر من ذلك بكثير. تراز الخوري، صوت لبنان. أصدر مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يضم دول الخليج والولايات المتحدة قائمة من 25 فرداً وكياناً ينتمون إلى شبكات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ويوفرون الدعم المالي لقوات البسيج. ومن بين الأسماء المدرجة نجل الأمين العام لحزب الله جواد نصر الله واللبنانيان عدنان حسين كوثراني ويوسف هاشم. وأكد المركز وجود موقف موحد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة يرفض السماح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة. اعتبرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أن قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بحقها يندرج في إطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد ادعائها على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بالإثراء غير المشروع. وأصدرت عويدات عقوبة مسلكية في وأصدر القاضي عويدات عقوبة مسلكية في حق القاضي عون معتبرا أنها ضربت القواعد القانونية والمناقبية. وأوضح عويدات أنه يعمل على تسيير ملفات الفساد من دون استثناء على رغم وجود حصانات قانونية ودستورية تعيق هذا العمل وتفرمله. أرجأت محكمة التمييز العسكرية إلى 18 من كانون الأول المقبل محاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بجرم التدخل مع المقرصن إلي غبش في فبركة قضية التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني. وجاء تأجيل المحاكمة بسبب تغيب وكيل المدعى عليه إلي غبش. قال زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر إن عدم استقالة رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي سيحول البلاد إلى سوريا أو اليمن. واجتاحت العراق تظاهرات عارمة تدعو إلى اقتلاع الفساد سقط بنتيجتها عدد كبير من القتلى والجرحى. أعلن مسؤولون في ميناء أم قصر العراقي أن كل العمليات في الميناء المخصص للسلع الأولية قرب البصرة توقفت بعدما أغلق محتجون مدخله في اليوم السابق. أفادت وكالة سانا السورية أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام السوري والجيش التركي في منطقة تل الورد في ريف راس العين، فيما شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة للأهالي. انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتراف مجلس النواب الأمريكي بالإبادة الأرمنية ووصفه بأنه لا قيمة له وبأنه أكبر إهانة للشعب التركي. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بالحرارة على الجبال وتشكل الضباب على المرتفعات. إذن رئيس الجمهورية يدعو الحكومة إلى الاستمرار في تصريف الأعمال ولا يحدد موعدا لاستشارات التكليف. كتلة الكتائب أعدت قانونا لتقصير ولاية المجلس وسامي الجميل يؤكد كل شيء خارج إرادة الناس مرفوض. هذا حلم عم نعيشه وهذا الحلم ما لازم ينتهي إلا ما يحقق أهدافه. بومبيو لتشكيل حكومة لبنانية تلبي حاجات المواطنين. المصارف تفتح أبوابها الجمعة وغدا المدارس والجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات. عقوبات جديدة تشمل نجل الأمين العام لحزب الله. لهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار الخامسة وربع بعد النشرة. البرنامج السياسي المسائي معشة المساء وضيفة الليلة رئيسة جهاز التشريع والاستشارات في حزب الكتائب المحامية لارا سعدي.